اهلا وسهلا بيكم في مطبخ زوزو هانم لوصفات الكيتو واللو كارب النهارده ان شاء الله عندنا وصفه خبز للكيتو واللو كارب وهو خبز الهامبرجر احنا الوصفه عاملينها بتكلفه اقل من نص التكلفه الاصليه بتاعتها لو اول مره معانا في القناه ما تنسوش تضغطوا سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه علشان توصلكوا الوصفات دايما اول باول يلا بينا نبتدي نشوف الوصفه بتاعتنا اول حاجه جبت بذور السمسم طحنتها واخدت منها ربع كوبايه دقيق بذور السمسم بعد كده بذور دوار الشمس او عباد الشمس طحنتها ونخلتها لان انا عايزاها تبقى الدقيق بتاعها ناعم جدا علشان يديني القوام بتاع العيش اخدت منه نص كوبايه وبعدين حطيت نص كوبايه من دقيق اللوز وهنا برضو مطحون ناعم جدا وبنخله قبل ما بحطه بعد كده خمس معالق من السيليوم او بذرة القطونة زي ما خمس معالق كبيرة طبعا هنلاقي المقادير مكتوبة تحت الوصفة زي كل مرة بعد كده عندي معلقتين صغيرين بيكنج باودر وبعدين هحط معلقة صغيرة ملح بستخدم ملح الهيمالايا وهقلب بعد كده الخليط بتاعي كله في بعضه طبعا الدقيق هيبقى ناعم جدا فممكن هنلاقي فيه اجزاء هتبقى ماسكه شويه بقلبه لغايه لما بتفك كل الاجزاء اللي ماسكه فيه وكمان علشان يختلط فيه البيكنج باودر كويس جدا بالدقيق بتاعي كله بعد ما بقلب الدقيق كده المكونات الجافه بتاعتي بجيب بعد كده بيضتين كبار بحط بيضتين كبار وبعدين بجيب بعد كده خل تفاح هاخد منه معلقتين صغيرين طبعا علشان خاطر الزفارة بتاعت البيض وعلشان يساعد ان البيكنج باودر يتفاعل كويس في العجين بتاعي بعد كده بكون حطيت ميه تغلي علي النار باخد الاول هنا في البداية انا السيليوم بتاعي اللي انا حطاه كام حبة كاملة فهاخد كوباية واحطها وبعدين ابتدي اضرب الخليط بتاعي لو لقيته محتاج مية تاني شوية بكون مجهزة ربع كوباية تانية واضيف حبة بحبة انا هنا مش هحتاج تاني مية لان زي ما قلت السيليوم محطوط حبة كاملة فبيختلف شوية عن السيليوم البودرة السيليوم البودرة بيحتاج مية زيادة شوية لو حطيت الخمس معالق كلهم بودرة يبقى هتضطري تحطي شوية مية زيادة بعد كده بلم العجين بتاعي بالاسباتيولا زي ما احنا شايفين العجينة بتبقى طرية وبسيبها ترتاح عشر دقايق علشان تمسك في الوقت ده بكون ولعت الفرن علشان يسخن على درجة حرارة 175 درجة هنا حطيت ورق الزبدة وهبتدي اشكل العجين بتاعي اولا لازم تبلي ايدك كويس جدا بالمية كل مرة هتيجي تشكليه لازم تبلي ايدك وبعدين تاخدي قطعة من العجينة وتشكليها علشان ما يلزقش وتخلي مسافة ما بين الحبات بتاعتك علشان الحجم بتاعه بيزيد انا قطعته خمسة ولكن خمسة طلع حجمه كبير لانه بيزيد زي ما قلت في الفرن فيفضل ان انت تقطعيه على ست وحدات هتحطيه في الفرن على اقل رف عندك في الفرن او طرف عندك في الفرن هتحطيه لمدة من خمسين لستين دقيقة ده شكله بعد ما طلع زي ما احنا شايفين حجمه زاد اهو على فكرة ريحته وطعمه تحفة 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 بجد يمكن احلى حتى من عيش الهمبرجر العادي هنفتحه من جوه وهنشوف شكله من جوه عامل ازاي هش ومنفوخ وجميل جدا والقوام بتاعه بجد ما يفرقش خالص عن العيش العادي هنا زي ما قلت انا قطعته خمسة ولكن يفضل تقطعيه ستة علشان حجمه ما يبقاش كبير على الهامبرجر زي ما احنا شايفين هنا ده اصغر حجم لقيته عملته ساندويتش الهامبرجر هنشوف السعرات بتاعته هنا القطعة الواحدة 175 كالوري فيها 9 جرام كاربس لو عملتي الوصفة كلها بدقيق اللوز فقط هتبقى 170 كالوري و 8.5 جرام كاربز يعني مش فارقة حاجة خالص لو عجبتكم الوصفة ياريت ما تنسوش لايك وشير علشان خاطر غيركم يستفيد ان شاء الله بالوصفة وشكرا ليكم على المشاهدة والمتابعة